عامل ايه؟ توحشتك يا طبعا. مبسوط مبسوط سعيد قوي، فرحان الاهلي كسب. ما فرحان الاهلي تماسك تاني. تماسكت، حلوه الجمله دي. تماسك تاني واحنا مع بعض بقاله فتره بقول لك في تدريب، في حاجه كويسه طالعه يعني. صح. في باين نظام، روح، تكتيك، اللعيبه اللي ريحت رجعت 80-90% لمستواها منهم يعني. صح. في لسه 10% لسه ما رجعوش، انما كان باين الروح من اول دقيقه. الالتحامات كانت لصالح النادي الاهلي. دي مهمه قوي. هو الكابتن هشام اتكلم على زكريا الوردي، اتكلم على رؤى، كل ده كويس. انت بتلعب بثلاثه في نص الملعب في الزمالك، انت بتقابل اثنين، حمدي والسوليه. بالروح بتاعت حمدي والسوليه والقوه بتاعتهم قدروا ان هم يستحوذوا على نص الملعب بعد 10 دقائق. كنت قلقان من غياب ديانج؟ شويه، بس انا عارف ان الثلاثه في مستوى واحد بامانه. يعني عارف ان السولية لعيب كبير، حمدي فتحي قوي، وديانج اضافه قويه، بس احنا بقالنا فتره اي حد اتنين بيلعبوا منهم الثلاثه، بدليل ان هو لما بيلعب ديانج والسولية بتمشي. ايه رايك في طاهر محمد طاهر؟ انا بقالي فتره بقول انا قسيت عليه كتير، وكلنا قسينا عليه. بالظبط، كلنا. فلازم نشيد بيه. نمره واحد في النادي الاهلي دلوقتي. الراجل مش نمره واحد فنيا او مقصر، لا، عند الراجل. تكتيكيا الراجل بيعتمد عليه، وهو الولد ليه ادوار دفاعيه قويه جدا في نص الملعب وادوار هجوميه. يعني اللي عطل امام عاشور ومخلوش ظاهر خالص مقابله حمدي فتحي مع نزول طاهر معاه، ده لازم. صح. فدي طاهر انا بقول له برافو، قدرت تطلع من المشاكل اللي كانت عندك، اللي هي ما كانش في، كان تركيز، ما كانش في الكره ماشيه معاك شويه. مبسوط بيه جدا، وهيبقى مكسب لمنتخب مصر كمان. مبسوط برضو بكريم فؤاد عودته، واحنا كلنا كنت انا فاكر لما قعدت ارص لك ناس تمشي، محمود متولي وكريم وطاهر وصلاح محسن وكده، قلت لك الا اذا داسوا على نفسي. صح. محمود متولي رجع، كريم فؤاد رجع، طاهر محمد طاهر رجع. نفسي حسين، حسين الشحات، ودي لو ما لحقش في خلال الشهر ده اول واحد هيبقى في الانتقالات الشتويه يمشي، مفيهاش هزار. انت مش هتقعد تصبر عليه كتير. انت صبرت على ناس معينه، في ناس فاقت وفي ناس لسه مش عايزه تفوق. لازم يفوق شويه محمد شريف، لازم يفوق شويه قفشه، الناس اللي احنا قاسينا عليهم قبل كده لا، مكسرين الدنيا دلوقتي، الله هو اكبر عليهم. محمود متولي من احسن دلوقتي المساكين موجودين، مع عبد المنعم، مع حسام عبد المجيد، مع الونش، الاربعه دولت ممتازين. صح. يعني نتكلم اهلي وزمالك يعني. صح. فالكور الثابته كمان بتاعت الراجل باينه كل شويه. كابتن بتلاحظ كره ثابته. صح. انت واخد بالك تكتيك فيها، في تكتيك فيها مختلف يعني. في مباراه الزمالك لعب على الارض اكتر ما يلعب فوق، الناس متوقعه انه فوق لعب على الارض زي. يعني ده ذكاء انه انت لازم تفاجئ المنافس. مره ناحيه اليمين ومره واحده للسوليه ناحيه الشمال. بينوع، والميزه ان اللعيبه بتنفذ. اذا هو ليه كلمه. عارف انا لما اقعد اقول هنعمل كذا وترفع ايدك في الكورنر تعمل كده وكده على القريبه وكده على البعيده، الحاجات دي احنا عارفينها، لا بتتنفذ. اذا الراجل ده ليه بصمه. صح. ليه كلمه. صح. شديد من بره، شبه فايلر شويه. شبه فايلر شويه شويه كتير كمان. اه كتير.